وينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT للحديث عن الأسواق العالمية اليوم. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية، هل تعتقد بأن الأسواق استوعبت أزمة سيليكون فالي؟ هل هي أزمة عابرة أم أن هناك تداعيات أو الأسوأ لم يأتي بعد كما يقولون؟ يعني هي أزمة كبيرة جدا، لا يمكن أن تعبر بهذه الفترة القصيرة جدا. لا تزال الأسواق تحاول استيعاب الأزمة، وأيضا هناك العديد من البنوك التي حاليا هي تحت الرادار بعد انهيار يعني سيليكون فالي بانك، كان في عنا سيجنتشر بانك، كان في عنا أيضا بنك آخر، والآن 6 آخرين موجودين على الرادار ممكن يتعرضوا لنفس الأزمة. الأزمة هي أزمة ثقة في الوقت الحالي، وبالتالي يجب التعامل معها من قبل صناع سياسة نقدية في الولايات المتحدة الأمريكية بشفافية كبيرة، وخصوصا أنه نحن مقبلين في وقت قريب الأسبوع القادم على موعد رفع أسعار فائدة جديد، وهو كان السبب الرئيسي في انهيار هذا البنك نتيجة انخفاض قيمة السندات أو محفظة السندات التي قام ببيعها بشكل اضطراري. وطبعا انخفاض قيمة السندات هذا نتيجة التشديد الكبير ورفعات أسعار الفائدة السريعة من الفيدرال الأمريكي. نعم، كنت قد استبقت طرحي فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومدى ارتباطه بانهيار هذا البنك، بالتالي هل تتوقع أن تكون هناك سياسة أخرى أو لهجة أخرى مخففة للفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات المقبلة؟ يعني نعتقد أنه هناك ضغوط كبيرة على الفيدرالي. جيروم باول رئيس الفيدرالي كان سابقا قد صرح بأنه الفيدرالي متجه إلى تحقيق مستويات التضخم المستهدفة من خلال رفعات أكبر بأسعار الفائدة، وحتى أنه فتح المجال لخمسين نقطة أساس في الرفعة القادمة، وهذا أعتقد يعني سبب يعني ضغط كبير على الأسواق وعلى البنوك تحديدا التي يعني تعمل وتحقق ربحيتها من خلال مبادلة القروض طويلة الأجل مع القصيرة الأجل، وبالتالي ارتفاع عوائد السندات كان يعني شبه اضطراري لأن كل المستثمرين اتجهوا نحو مخاطرة أقل. الفيدرالي الآن أمامه ضغط كبير أنه في عنده سوق عمل جيد وفي عنده تضخم يتراجع ومضطر أنه يرفع أسعار الفائدة، ولكن لا يمكنه الرفع بشكل أكبر حتى لا يكون هناك ضحايا آخرون غير سيليكون فالي قد يصلون إلى مرحلة الدومينو أو التأثير تبعه ينتشر في كل العالم. نعم. فيما يتعلق بأسعار النفط باختصار سيد رائد، هل تسببت أيضا الأزمة في الضغط عليها؟ هل سنرى قرارات أخرى لأوبك في المرحلة المقبلة في اجتماعها المقبل فيما يتعلق بسياستها باختصار؟ طبعا نحن عم نشوف انه النفط تاثر سلبا بالاتجاه الهابط، في عندنا خوف وقلق نتيجه تراجع اسهم الشركات اجمالا، راح يكون في عندنا تقليل بالانتاج، راح يكون في عندنا طلب اقل، بالتالي النفط يستشعر هذه الاحداث، زياده في الاحتياطيات من قبل الشركات وعدم الاقدام على المشاريع الجديده، ممكن ركود نوصل له، ذلك يضغط بشكل غير مباشر على اسعار النفط. النفط تراجع عندنا شفنا بشكل واضح وممكن أنه يزور مستويات أدنى قرابة 71-72 دولار للبرميل خلال الفترة القادمة إذا ما استمر الضغط بشكل حالي. المنقذ الوحيد هو تراجعات في الدولار الأمريكي ممكن تعيد تقييم أسعار النفط بأعلى من الصورة. سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT، شكرا لك.